بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه بأدلته. وما زلنا في مندوبات الصلاة، قد وصلنا فيه إلى التسبيح في الركوع. قال: وتسبيح به، أي وندب تسبيح به أي الركوع. نحن سبحان الله العظيم وبحمده، أو سبحان ربي العظيم، ولا يدعو ولا يقرأ. التسبيح عندنا في مذهب الإمام مالك مستحب، لكن عند الإمام الإمام أحمد بن حنبل واجب. واجب التسبيح، واجب، لكن عندنا مستحب. يقول: أي صيغة من هذه الصيغ؟ سبحان ربي العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا في البخاري حديثا. أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كل ده كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. أو يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وما استقرت به بدني لله رب العالمين. هنا قال: ولا يدعو. ليه؟ للحديث الوارد طبعا في البخاري ومسلم انه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الاعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث في البخاري. فيقول: سبحان ربي العظيم، او سبحان الله العظيم وبحمده، او سبوح قدوس رب الملائكه والروح. كل ده تعظيم لله تبارك وتعالى. وحديث السيده عائشه ده في البخاري، اللي هو ايه؟ لما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر يعني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. لأن القرآن قال له إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، يطلب المغفرة إنه كان فرق. فكان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ودي استدل بها غير المالكية على جواز الدعاء في الركوع، والحديث واضح. ولا يقرأ، طبعا ده بإجماع أهل العلم أن قراءة القرآن في الركوع مكروهة، والظاهرية طبعا قالوا حرام. ففي حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لهم، أي جدير بأن يستجاب لهم. هذا الحديث في الصحيح. فهنا العلماء بعضهم قال يحرم، يعني تحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود، شوف، مع أنها عبادة، لكن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أو أنها مكروهة.
قل الثاني، يعني لو قرأ وهو راكع أو ساجد لا ثواب له. طبعا العبادة الأصل فيها إيه؟ التوقيف، يعني لا تتعبد إلا بما شرعه الله. فالتقرب إلى الله بالشرع المنقول لا بما يوافق العقول. خلي بالك، بس بعض الناس تقول ما تعملش كده، يقول لك يا اخي زيادة الخلق دي، ما احنا قلنا ايه؟ لا، نقرا قران، مش مزاجك انت، مش مزاجك. طب ما انت ممكن يعني مثلا ايه، ممكن تيجي تصلي الظهر مثلا قبلها بثلاث دقائق او اربع دقائق، طب ما انا صليت الظهر، لكن لم يدخل، ان الصلاه كانت على مثل هذا الموقف، لم يدخل الوقت، يبقى الصلاه ايه؟ باطل. هتعيدها تاني، يعني لو قلت الله اكبر قبل الاذان وبعد ما دخلت في الفاتحه او كبرت بس الاذان قال الله اكبر، هنقول لك ايه؟ عيد الصلاه، لانه يعني ايه؟ مفتاح الصلاه التكبير كان خارج الايه؟ الوقت. يبقى هتعيد الصلاه من تاني، مع انها صلاه اربع ركعات كامله، لكنها ايه؟ باطل. في يعني لو في السجود مثلا هيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن لا يقصد القرآن، لا يقصد القرآن، لو قصد القرآن كره ذلك. وارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني ممكن تستعمل لفظ السنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده لفظ السنة. ولذلك هنا قال كسجود يندب فيه التسبيح والدعاء، يجمع بين التسبيح والدعاء، يعني يسبح ثلاثا ويدعو. إذا كان الإمام سريع يبقى ممكن يسبح مرة ويدعو، يعني لو سبح تسبيحة ودعا يبقى جمع بين الايه؟ الحسنين، استحباب التسبيح واستحباب الدعاء كما ورد في السنة. والسجود نفس يعني نفس التسبيحات هي سبحان ربي الأعلى أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجد وبك آمن وإليك أسلم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. كل ده كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. ممكن يقول الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق كما في البخاري، قال يا رسول الله سيدنا أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني ده طبعا دعاء عظيم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر ليدعو به في الصلاة، يدعو به في السجود أو قبل السلام أو بعد الصلاة، يعني يدعو به كثيرا، لأن ده اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ده حديث في الصحيحين أيضا، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب له، أي جدير بأن يستجاب له. شوف القرآن، كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب،
الإنسان يعني نهاية التذلل والخضوع في وضع أعلى شيء في الإنسان وهي الجبهة على أخفض شيء وهي إيه؟ الأرض. مش عارف. والمشركون الوثنيون الواحد فيهم طبعا إيه؟ مرضيش. مرضيش بالسجود، لم يرضى أن يسجد. كان الواحد ياخد شيء مش هالتراب كده من الأرض ويحطه هنا. يقول والله لا تعلو استي رأسي. يا تجميل. إيه؟ أنت هتسجد للذي خلق. أنت عم تروح تتذلل للصنم الحجر الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. تيجي هنا عند السجود لله تقول أبدا ما يحصل. سبحان الله. لذلك أنه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. الإسراء في التسبيح بالدعاء. نعم. الإسراء في التسبيح بالدعاء. الإسراء؟ نعم يعني. التسبيح. التسبيح. ثلاث مرات ممكن يعني ممكن يسرع علشان يدعو. ايوه يعني ان اقتصر على التسبيح يبقى هيسبح ثلاثا مقدار الطمانينه الواجبه ويسبح اثنين ثاني مقدار السنه الزائده على الطمانينه. لكن لو واحد مثلا عايز يجمع بين الحسنين بين التسبيح والدعاء ممكن يسبح مره ثلاثه ويدعو اذا كان الامام يعني بيديك فسحه. اه اما اذا كانش بيديك فسحه يبقى تسبح مره وكمل ايه؟ بالدعاء. الناس اللي تتاخر في السجود بعد الامام ده عشان يدعو. في ناس كده تطول بعد السجود مش واقف يعني. خلي بالك التطويل في السجود او الركوع بعد رفع الامام مكروه. مكروه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ولذلك فإذا ركع فاركعوا. الحديث مرة. وإذا رفع فارفعوا. ولا ترفعوا حتى يرفع. وإذا سجد فاسجدوا. ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا رفع فارفعوا. وهكذا. لأنك أنت محكوم بإيه؟ بالإمام. أنت ما بتصليش وحدك. فالسبق حرام والمساواة مكروهة والتأخر عنه أيضا مكروه لأنه غير متابع. ولو كان الإمام يعني غير محافظ على يعني دعوات الانتقالات يعني ما يقال بعد الركوع وما يقال بين السجدتين هيرجع عليه. هتعمل ايه؟ هتضطر ايه؟ تضيع الطمأنينة منه. هتروح رافع كده وتروح نازل عشان تلحق في السجدة الثانية. ما هو مجري. فهيضيع عليك ايه؟ هيضيع عليك الطمأنينة والاعتدال كمان. ده في بعض الناس يتأخر ويعمل كده. ممكن ينام. لا لا لأكثر من كده اللي هو ايه يعني لا يعني لا يطمئن ولا يعتدل يعني يعمل كده وايديه لسه في الارض ويروح راجع تاني لان الامام سجد عليه. وكذلك في الركوع يتاخر في الركوع يلاقي الامام سجد في الارض يروح ايه عامل كده ويروح نازل يبقى ضيع الاعتدال وضيع الطمأنينة ضيع ايه ركنين. هذا كل ده من يعني من الجهل يعني من الجهل والهندسه بالجهل بيهندس هو مفكر نفسه يعني ايه هيطول بعد الامام يعني او عنده خشوع زياده. لا طب انت كده بتعمل حاجه مكروهه اولا ثم تضيع ايه ركنين. لازم تعلم الناس هذا الكلام. يعني كلمة سيدنا عمر دايما خلها يعني أمام عينيه باستمرار. سيدنا عمر كان يقول المصلي كثير والمقيم لها قليل.
والمسافر كثير والحاج قليل. لانه الناس يبقى ورا الامام وتلاقيه بيسبق الامام، يتاخر عن الامام، يساوي الامام. اين الائتمام بالامام؟ انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا. ده ممكن واحد من سرعته ممكن يساويه في التكبير، يقولوا مع بعض. تلاقيه في الركوع اول ما يعرف ان الامام خلص قراءه تلقاه راح راكع معاه، وفيه اللي يسبق بعد ما يرفع من الركوع، بدل ما يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تلقاه راح نازل ويستنى الامام تحت. يعني يحط دي ويستنى الامام لما ينزل. هذا يعني سبحان الله. ليه كده؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لمن يسبق الامام: لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. ما دام انت ماشي قدامه يبقى فين المأموميه اللي انت فيها؟ ما فيش. انت سابق بتسبق. لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. مخالف. والمشكلة في ضياع الطمأنينة والاعتدال، هي دي المشكلة. احنا دايما عايزين نحقق يعني أركان الصلاة، لأن أي ركن يضيع كأنه لم يصل. عشان النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء كده قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات هو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولا شك أنه يعني من المخلصين، لكن إخلاصه مع الجهل ما نفعوش، ولذلك اعترف قال له والله يا رسول الله لا أحسن غيره. اعترف فعلم به صلى الله عليه وسلم كيف يصل. وندب فيه قال: ومجافاة رجل مرفقيه جنبيه يجنح بهما تجنيحا وسطا. وندب فيه أي في السجود مجافاة رجل من إضافة المصدر الفاعل، أي مباعدة الرجل مرفقيه جنبيه أي عنهما، لا كثيرا بل يجنح بهما أي بمرفقيه عن جنبيه تجنيحا وسطا. لأنه برضه في السجود الناس يعني كل واحد يسجد على حسب هواه. يعني واحد مثلا يسجد وتلاقي إيديه دول الكوعين دول في بطنه. يعني زي ما يكون واحد يعني هيقفز كده لفوق. لكن السنه طبعا ان يضع يديه حذو الاذنين ويضع يعني يسجد بين يديه. يسجد بينه ويضم اصابعه ويسجد هكذا. وطبعا ايه؟ ده العضو ده اسمه ايه؟ وده الجنب ده، ويقال له الضبع اللي هو تحت الإبط، ضبع الإنسان. فيستحب التجنيح الوسط، يعني ما عملش كده. أنا بعض الناس تلقائي دي عملت كده زي الطيارة، والزراعين زي الجناحات الطيارة. فهو طبعا السنه انه كل عضو في الانسان يبقى ايه؟ مستقبل القبله. فانت لما تعمل كده يبقى ايه؟ يبقى انت اصابعك دي ما استقبلتش القبله، خلفت السنه.
يسجد ويجعل المرفق او العرض ده مع المرفق بعيد عن الايه، ما يعملش كده، ما يضمش المرفق والعضد على الجنب. طب لو واحد متعب ومجهد يبقى يجعل المرفق فين؟ على الفخذ نفسه، يسند على الفخذ، ما يسندش البطن، لا يخلي ايه؟ يعني احد الصحابه يقول ايه؟ يعني شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السجود من شده التعب يعني، فقال استعينوا بالفخذ، يعني يضع المرفق على الفخذ يسند عليه، لكن ما يخليش في البطن، ما يخليش المرفقين في البطن زي ما بعض الناس يعمل، وانما يجعل المرفقين من وهو دي السنه دي. يعني عمل يا سيدي؟ نعم؟ يعني عمل ايه؟ عايزين نشوف السيدي بتاعنا. طيب يا سيدي ان شاء الله، هو الافضل طبعا. بالنسبه للسجود الانسان حينما ينزل عندنا في المالكيه طبعا ينزل هكذا كما سياتي ويسجد هكذا، هذا التنجيح الوسط هذا. طب الايه المكروه طبعا ان الواحد يجعل كده، يعني ايه بدل ما يعمل كده يعني. الجائز لما يكون تعبان يعمل كده نعم، يبقى الكوع ده فين؟ الفخذ. على الفخذ او الركبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال برضه استعينوا بالركب، يعني يخلي العضو ده هنا كده هكذا، لما هيجي في المكروهات بعض الناس التعبانين يحط على الارض كده. ايوه فهذا طبعا مكروه لانه ده بسط السبع او بسط الكلب، ولا يبسط احدكم يديه كبسط الكلب يعني او بسط السبع. مره واحد لما اقول له ما تبسطش ده منع عنه لانه ده كبسط السبع، قال ده الاسد، اما الاسد كويس طب لكنه حيوان يعني النبي عليه الصلاه والسلام مش عايزك تتشبه لا بالكلب ولا بالسبع، ما هو الاسد برضه من فصيله الكلب، مش قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وافترسه السبع، فكله كلب يعني هيئه الحيوان منهى عنها، اقعاء الكلب هكذا يجلس يديه كده بين الايه؟ ينصب الرجلين ويجلس عليهم، هذا منهى عنه، ونقر الغراب ونقر الديك كل هذه هيئات الطيور والحيوانات منهى عنها في الايه؟ في السنه، والبسط هكذا اللي هو بيبسط هكذا، يبقى التنجيح الوسط هكذا، لكن ما عملش كده. بعدين بعض الناس يجعل هكذا، يجعل الايه؟ اليدان عند الركبتين هكذا ما ينقلش لقدام، وبعض الناس تلقاه عامل كده، يعني هو طبعا مش عارف ايه السنه، فهو بيعمل يعني ما يحلو له، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، واحد يقول اعمل كده يعني ايه تلاقيه ساجد على ايديه، كل واحد يفعل يعني ما يعرف. نعم الأصابع اتجاه القبلة مضمومة في السجود، وبرضو عند ايه وضع اليدين هكذا برضو في الايه عندنا هنا في المالكية، الأصابع دي الكفين على الركبتين، والأصابع على ايه على الركب هكذا، يعني مش لورا كده لا، يعني هكذا تحريك الصابع أثناء التشهد. نعم الصابع. ايوه التحريك عندنا احنا من اول التشهد الى اخره، يضم هكذا كما سياتي هنا في المندوبات ثلاث اصابع كده هم، يجوز انه يعمل كده، ويجوز ان دي برضه تبقى على الاصابع يعني مش دي بس اللي التي يشير بها، يعني يجوز هكذا ويجوز هكذا، والضم هكذا.
مش كده؟ أو كده مثلا المالكية عندنا المستحبة هذه الصفة عندنا في المالكية، ويحرك يعني طول التشهد يمينا ويسارا، ولكن هو الوارد في السنة أنه كان يشير بها في بعض الروايات يحركها، لكن هو التحريك عند الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس، ولا يشير بإصبعين، بعض الناس يشير باثنين. ورد عند أبي داود وفي الترمذي عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشير بإصبعي في التشهد، فقال أحد أحد، يعني اجعلهما واحدة، يعني ما تشغلش بالاثنين، يعني هي إشارة للتوحيد، أنت بتشير الاثنين ليه يعني؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة دي كل الهيئات دي، كل الهيئات اللي يذكرها الشيخ من السنن والمندوبات منقولة نقلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يعني سيدنا أبو هريرة وسيدنا أنس والسيدة عائشة وعبد الله بن بحينة وأبو سعيد الخدري، كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا صفة الصلاة يعني في كل حركة وفي كل سكون، حتى النظر بل كان يشير بها صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز بصره إشارته، يعني ينظر يعني ما يبصش كمان لقدام، يعني نظره على على الإشارة، إشارة الإصبع حتى لا ينشغل يعني. كل ده طبعا من من دقة الصحابة في في يعني مراقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هيئات في كل هيئات الصلاة. بعدين المندوبات تقرب من 50 كما قال الشيخ الصاوي، كل ما تعمل مندوب أنت يعني لك ثواب. مثلا في المذهب المالكي عندنا يعني نجلس هكذا في كل حركات الصلاة، لكن الراجح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس هذه الجلسة في آخر التشهد، آخر التشهد اللي هو التشهد الأخير، لكن بعد ذلك كان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب رجله اليمنى هكذا، ينصبه هكذا، ده اسمه الافتراش، افتراش الرجل اليسرى والجلوس عليها، والإفضاء هو يفضي برجله اليسرى دي إلى الأرض وإليته إلى الأرض، يبقى جالس على الأرض وينصب رجله اليمنى خلف رجله اليسرى هكذا كما أنا جالس. حتى العلماء قالوا يعني الأفضل حتى إذا دخل داخل يعرف أن الإمام في الجلسة الأخيرة، أما إذا وجده مفترشاً يبقى ده التشهد الأوسط، يبقى يعرف أنه باقي ركعتان. لكن هنا المالكية بالذات عندنا أحاديث لكنها مش قوية، غير قوية حكاية الافتراش بين السجدتين والتشهد الأوسط، إنما الأرجح اللي هو التورك اللي هو الجلوس على الورك الأيسر في آخر تشهد، والافتراش في كل بين السجدتين والتشهد الأوسط كما سيأتي. فخلي بالكم من من هيئات الصلاة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونضرب قول فس بعد قوله سمع الله لمن حمده، وقول مقتدر بعد قول إمامه ذلك ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. قول طبعا بالنسبة للمسلم وحده فس يقول سمع الله لمن حمده،
ويقول بعدها ربنا ولك الحمد. طبعا سمع الله لمن حمد دي تقال ميتة عند الرفع. سمع الله لمن حمد. اللهم ربنا ولك الحمد تقال ايه وهو معتدل، لكن اكثر المصلين يقولها هو نازل. اللهم ربنا ولك الحمد بعد ما حط راسه في الارض الله اكبر اختلت هيئه الايه الصلاه. انما السنه ان هو ايه يقول سمع الله لمن حمد، هو يقول ايه اللهم ربنا ولك الحمد. طبعا وارد في السنه اربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يعني وارد ربنا من غير اللهم، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل ده وارد في السنة. نعم. لا، كلمة الشكر لم ترد برضو يعني خلاف الأولى أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد والشكر. لا، ما فيش الشكر. تقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يكبر الطهارة. ده الوارد في السنة. أو اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهو واقف، كل ده الذكر ده وانت واقف مش وانت نازل. وانت نازل هتكبر تقول الله اكبر كما سياتي. نعم، الصلاه صحيحه، دي مستحبات، كل مستحب له ثواب. من احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. خصوصا الصلاة دي بالذات. يعني انت لو صليت ركعتين بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل من انك تصلي الليل كله بالنقر. ركعتين اتنين بس من دول زي ما يقولوا مش كل الركعة. يعني ركعتان بألف ركعة. ممكن واحد ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كده: رب مصلٍ ليس له من صلاته إلا القيام والقعود. إلا القيام والقعود. سيدنا عمر قال للرجل اللي جاي يشهد، قال له: لعلك رأيته قائما قاعدا في المسجد. ودي ما تدلش على الديانة، عايز أقول يعني أهم حاجة المعاملة. رضي الله عنه. لكن أهم شيء، أهم شيء يعني، لأن الصلاة دي أول ما يحاسب عليه العبد. فإن وجدت كاملة قبلت وسائر العبد، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر العبد. الصلاة نفسها تبعوا عليك، لو أنت هرجت فيها ولم تعطيها حقها تقول ضيعك الله كما ضيعك، وتلبس في ثوب الخلق ويضرب بها وجه الصحيح. لكن الصلاة المتقنة تلف في ثوب حسن وتقول حفظك الله كما حفظت. يعني الصلاة تدعو عليك أو تدعو لك. إن أحسنتها تدعو لك، إن ضيعتها تدعو عليك. خلي بالك ده كل صلاة بالطريقة دي. فخلي بالك هنا الشيخ يقول: وجاز حذف الواو، لأن ورد في السنة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وجاز حذف الواو واثباتها اولى طبعا من حيث ايه؟ من حيث المعنى بلاغه، لان تكون جملتان، تكون ايه؟ جملتان. اللهم ربنا اي اللهم انت، اللهم يا ربنا، بعدين ولك الحمد جمله ثانيه. فهنا جت من ناحيه الايه؟ من ناحيه البلاغيه. واثباتها اولى. فالإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم
المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ليه؟ لأن برضه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إنما جعل الإمام يؤذن به قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. الحديث كده ده رأي الإمام مالك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين وفي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أو أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد لا مال على ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ده كان بيقول له عليه السلام بعد أن يرفع من الركوع كان بيجمع بينهما. ولذلك عند الإمام الشافعي وأحمد الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. لكن عند الإمام مالك كان لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده وإنما يقول اللهم ربنا ولك الحمد يرد على الإمام. أما المنفرد الذي يصلي وحده يجمع بينهما يقول سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. قال حال القيام لا حال رفعه من الركوع إذ يعمر الرفع بسمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. لأن بعض الناس يقولنا إن هو مع سرعته فتلاقيه يعني بعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده وهو نازل يقول اللهم ربنا ولك الحمد يعكس. لا هو عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده يعمل فيها الركن ركن الرفع وهو واقف حتى يطمئن يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لأن سيدنا أبو بكر لما قالها والنبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم قال أنا يا رسول الله بعد مرتين قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا أو بضعة وثلاثين ملكا يبتذرونها يعني يسارعون إليه أيهم يرفعهما أول. بشره صلى الله عليه وسلم لأن الملائكة يعني تتزاحم على رفعها. وشوف هذا الإنسان اللي يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت. كلام طبعا يحتاج إلى وقت كبير في شرحه لكن أنت المهم لك ثواب بمثل ما قلت بمثل إيه؟ ما قلت زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض بثوابها. شوف الإنسان المسرع في الصلاة بيحرم من كل هذه الخيرات. ده اللي بيضيع الطمأنينة والاعتدال اللي هو عدم المحافظة على إيه؟ يعني سنن الانتقالات يسموها سنن الانتقالات. يعني ماذا يقول إذا رفع من الركوع؟ ماذا يقول إذا رفع من السجود؟ تخلي الواحد يرفع وينزل ويضيع الطمأنينة والاعتدال. لكن لو واظب على أذكار الانتقالات اطمأن. وبعدين الكفاية عليه إن هو يعني يستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قال مولانا الشيخ صالح إن الصلاة صلة الإنسان تاركها يكون في حلمان توصل العبد إلى مولاه وعن قبيح فعله تنهى قبلتها الكعبة للأشباح الأجسام والهاشمي صلى الله عليه وسلم قبلة
زلزله الارواح. فانت حينما يعني تحافظ على اذكار الانتقالات دائما تتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى روحك موجهه ايه؟ موجهه ليه. وتخيل ان قال صلوا كما رايتموني اصلي. فانت تتخيل بروحك رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما لك يصلي بك. ليه؟ لان الكتاب كله في قلبك. كان صلى الله عليه وسلم مثلا اذا كبر مثلا بعد تكبيره الاحرام قال كذا وكذا، اذا ركع قال كذا وكذا، اذا رفع قال كذا وكذا، اذا سجد قال كذا وكذا، اذا كان رفع من السجود قال كذا وكذا، وهكذا يبقى انت ايه؟ ودي معينه على الخشوع والخضوع في الصلاه. يعني هذه التصورات، التصورات دي تعينك على الخشوع. ف يعني زي ما يقول واحد كل يوم بيبني لفوق، يعني كل يوم يترقى وكل صلاة يترقى بهذه الطريقة. ونطق التكبير السنة حالة الخفض للركوع أو السجود، وحالة الرفع من السجود في السجدة الأولى أو الثانية، إلا في القيام من التشهد الوسط فللاستقلال قائما حتى يكمل، اللي هو يسموه العلماء تعمير الركن، تعمير الركن. فالتكبير يكون حال الخفض، مش بعد ما يركع. في بعض الناس بعد ما يركع يقول ايه؟ الله اكبر. لا، انما التكبير يبدا من ايه؟ من القيام. انت واقف تقول الله اكبر، ده اسمه تعمير الركوع. وانت رافع تقول سمع الله لمن حمده، مش تقولها بعد ما ترفع. لا، وانت نازل الله اكبر، وتمدها لغايه ما تحط راسك في الارض، وبعد ما ترفع من السجود تقول الله اكبر لغايه ما تجلس، وهكذا. ده اسمه تعمير الركوع. الا في التشهد الاوسط، التشهد الاوسط يعني يقول بعد ان يستقل قائما. عندنا كده في المالكي قال لانه كمفتتح صلاه، يعني كان سيفتتح صلاه في ركعتين تانيين، ركعتين تانيين. لكن عند غيرنا في غير الامام مالك يكبر حين يعني يقوم من التشهد، يعني برضه يعمر الله اكبر. هناك فرنده ايه؟ يعني كيفية السجود، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين آمنوا.